HS Engineers. Go with the professionals. A bicycle component manufacturer produces hubs for bike wheels. Two processes are possible for manufacturing, and the parameters of each process are as follows. مدينا two processes. الأولاني بينتج 9 قطع كل ربع ساعة, كل 15 minutes, والثاني 4 قطع كل ربع ساعة, وبيشتغل 4 ساعات في اليوم. طبعا كده أقدر أحسب الإنتاج اليومي, وفي 20% rejected هنا, وهنا 9%. We'll assume that all daily demand for hubs to be sold, كل اللي هيطلع كويس يتباع. Find a process that maximizes profit per day, بقى نحسب كل حاجة في اليوم. يعني هنا 9, الساعة فيها 4 مرات ربع ساعة, يبقى 9 × 4 × 4, يبقى ده بينتج كام؟ 9 × 4 × 36 × 4 × 72 = 44. هنا بينتج 4 كل ربع ساعة, يعني 16 في الساعة في 7, يعني 102 parts per day. طيب بيقول if each part is made from $4 material, يعني ده السي في, وall defective free parts, كل الكويس, يعني 80% الكويسين, هنا 91% الكويسين, can be sold for $30. طبعا بيكلف 4 بيع ب 30, while 5% from defective parts can be sold at 6% of current price. يعني 20% دول برضو مش هيترموا, هيتباعوا بس هيعملوا عليهم خصم 40%, يعني يتباعوا ب 60% من سعرهم من 30 يعني, وده بيتباع 9% برضو نفس الشيء ب 60% من السعر الاصلي. بول both processes are fully automated, يعني مفيش عماله, and variable overhead cost, كمان في كمان cost ب $40 per hour, يعني الساعة الواحدة احنا عندنا 4 ساعات في اليوم, هضرب 4 × 40, هنا هضرب 7 × 40. احنا عندناش الا معادلة واحدة اللي هي معادلة البروفيت. نشوف مين البروفيت, هو عايز يماكسمايزس البروفيت. البروفيت بيساوي ايه؟ بيساوي السعر البي في الديماند ماينس ايه عندنا؟ طبعا المفروض في فيكسد كوست, مفيش فيكسد كوست, هنكتب المعادلة فيكسد كوست زائد السي في ضرب الضمان. دي المعادلة اللي بنشتغل عليها, وبعدين يعني لو في سي في بصفر نخليها بصفر. بروفيت بتاع الايه؟ البروفيت بتاع ال1 البروسيس 1. احنا هنبيع بكام؟ ب $30, بس مش كله, في كمية تتباع ب $30 وفي كمية هتتباع ب 60% من ال $30. تعالوا نقول احنا عندنا اجمالي القطع اللي هتنتج اللي هيتم انتاجها 9 × 4, لان 9 كل ربع ساعة, ف 4 يبقى بير اور في 4, ده الديماند. دول هيتضربوا في كام؟ هيتضربوا في 80%, لان 80% بس الكويسين, في $30. طيب نفس الشيء الشوية دول بكام؟ اللي هي 9 قلنا في 16 × 144 دي عدد القطع في اليوم. نفس ال 144 قطعة دول 20% منهم, لأن في 20% ريجكتد, بس هيتباعوا بكام؟ هيتباعوا ب 60% × 0.6 × $30. يبقى ده سعر بيع, ده ممكن نقول عليه مثلا بي داش ولا حاجة, ده بي بي وده بي داش اللي هو 60% من السعر الأصلي, وده الديفكتد وده اللي هنسميه ديفكت فري. يبقى دي الفلوس اللي هتجيني. طيب مطروح منها ايه؟ مطروح منها, تعالوا نشوف بقى, عندنا فيكسد كوست بصفر دايما, عندنا التكلفة في $4 لكل ايتم ننتجه, فاحنا هننتج 144, الواحدة هتكلفني 4, وكمان من ضمن التكلفة هنتكلف $40 في الساعة, ف $40
في 4 ساعات في اليوم بس كده خلاص مفيش تكلفة تانية. يساوي هقول كده هبيع 144 80% منهم هيتباع ب30 و144 20% منهم بيتباع ب6 في 30 ده كم المكسب ناقص ال 144 ايتم في 4 تكلفتهم زائد 40 دولار هيكلف في 4 ساعات يطلع مكسب الاولاني 3238 دولار يبقى ده مكسب البروسيس الرقم 1. طيب البروفيت بتاع البروسيس رقم 2 احنا عندنا هينتج 4 قطع في 4 مرات في الساعة لان كل ربع ساعة هينتج 4 قطع في هاخد عدد الساعات اللي في اليوم يبقى كده 4 في 4 في 7 هنا ضربت في 4 ساعات هنا ضربت في 7 الكمية دي او العدد ده اللي هو 16 في 7 102 تقريبا لا 112 16 في 7 112 هضربه في كام 90% منه هضربه في 30 دولار ليه لان في ديفكت 9% طيب والباقي يعني ال 112 في 0.09 اللي هو 9% الديفكتد في 60% في 30 دولار كل ده الربح بتاعي. طيب ال 112 دي اللي هي 112 ناقص احنا عندنا 112 الحته بتكلفني 4 وعندنا كام ساعة 40 دولار برضو في كل ساعة وعندنا 7 ساعات يبقى كده هكسب كام 4 في 4 في 7 دول 112 في 0.91 في 30 يبقى دول الفري ديفكتد زائد هناخد ال 112 نضربها في ديفكتد بارتس في 0.6 في 30 يبقى ده التوتال ريفينيو ماينس ال 112 بارت كل واحده تكلفنا 4 و40 دولار في الساعه عددهم 7 ساعات يطلع الجواب 2511 يبقى البروسيس الاولاني هكسب منه 3238 البروسيس الثاني هكسب منه 2511 وطبعا الناس تحب المكسب الاكثر اذا سيلكت بروسيس 1 لان هو بيكسبني اكثر. اتمنى تكون فهمتوا حاجه من المهندس اللي اسمه حماده شعبان اللي هو يتمنى تواصلكم معايا على الرقم اللي تحت واتساب طبعا وان شاء الله اسعد باي استفسارات والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. With our best wishes.